نروح لخبر عن الأطفال، حيث يتزايد عدد الأطفال المتصلين بالإنترنت بشكل مرعب. بحسب دراسة بريطانية جديدة توصلت إليها هيئة الاتصالات أوفتون، الدراسة أكدت أن ربع أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 7 سنوات يملكون هاتفا ذكيا، وحذرت من تبعات عدم وقف هذا التزايد وعدم وجود رقابة على استخدام الأطفال للهواتف الذكية والدخول إلى الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت. أنا لا أعلم يعني الوالدين اللي يخلوا أطفالهم عندهم تابلتس وجوالات وأجهزة ذكية في هذا العمر الصغير وعادي كده والحياة تستمر. أنا أضع المسؤولية الكاملة على الوالدين. هو الموضوع عايز رقابة بس. هم الوالدين هم الأساس وهم السبب. يعني الطفل الرضيع في العربية ومعاه تابلت، هذه والله الموضوع كارثة. صعب. أنت بتشوفي في المول بيبي مصبوط. في الاسترولر مدينه التابلت عشان يسكت، وإلا لا هيعرفوا يتفرجوا ولا يعرفوا يشتروا ولا لأنهم هم عودوا. قد يؤثر على الدراسة يعني على كل حاجة.